السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو مناشدة بتغيير جدول طلاب الصف السادس الإعدادي. كثير من التعليقات، طبعا أخذت فقط هذا التعليق، هواي التعليقات جاي تناشد تقول ست سوي لنا مناشدة على مود وزارة التربية تغير جدول الامتحانات السادس الإعدادي. يقولون مدى اللحق هذا هاي هاي الجدول، الأربعاء باعوا 20/7، الخميس 21، السبت باعوا، الأحد 24 و25، يعني يوم بيوم، الأربعاء 27، الخميس 28، السبت الأحد، يعني دا يقولون نريد كل 3 أيام أو كل 4 أيام امتحان. فهذا جدولهم مقابلين عليه، يقولون مدى اللحق، لأن كل كتاب 9 أفصل أو 8 أفصل أو ما يلحقون. إن شاء الله من خلال قناتنا المتواضعة إن شاء الله يوصل صوتنا، وتقدر وزارة التربية تغير جدول امتحانات السادس الإعدادي. يعني مثلا الأربعاء يبدي 20/7 مثلا، كل يومين، كل 3 أيام هيجي تخلي، كل 4 أيام تخلي، يعني هو مصيرهم، وهاي مصيرهم السادس الإعدادي ومستقبلهم. فنريد من يعني من خلال قناتنا إن شاء الله الوزارة تستجاب المناشدة مالتنا، بس خلونا لايك خاطر توصل إلى وزارة التربية.